اهلا بكم مشاهدينا الكرام ومساء الخير عليكم مره ثانيه. اولى فقراتنا لليوم فقره متميزه جدا، معنا واحد من الفنانين المتميزين جدا جغرافيا، بينتمي لشرق السودان لكن هو فنان وطني بامتياز، من اكبر الداعمين لقضايا التعايش السلمي ونبذ خطاب الكراهيه والعنصريه. سعيدين جدا انكم معنا في المساحه للفنان سيدي دوشكا، مساء الخير عليك. مساء الخير عليك، وانا سعيد جدا اكون اليوم ضيف على برنامج هذا المساء، وأحييك وأحيي كل الأخوة المشاهدين. مرحبا بك. بس سيدي الناس دائما بتقول عليك فنان، لكن أنت قاعد تحب ينادوك بفنان النوايا الحسنة أكثر من فنان الغناء والحاجات دي، أنت ميت يعني طوال الحاجات بتاعت الدعم والمشروعات الإنسانية دي. هو شوف الفنان هو أصلا فنان حقيقي، هو أصلا سفير نوايا حسنة، هو الفنان حقيقي يعني قبل ما يمنح أحمد منظمات المجتمع المدني، الفنان هو الفن رسالة قبل ما يكون غنى، الفن رسالة، فالفنان لو ما اهتم لو ما حصل المجتمع أصلا ما فنان يعني. فالسفير دي ما يعني مرتبط بسيدي دوشكا، هي الفنان الحقيقي هو اصلا سفير نوايا حسنة يعني. طيب انت سفير السودان كله، فعشان كده حنبدا معاك بوهاشون اللي هي بروطانة بلدي، يعني اغنيه لكل السودان، اغنيه قوميه طبعا. هي اغنيه قوميه تعني وهاشون طبعا تعني وطننا كل السودان يعني. يا سلام، تفضل. Oh, yeah.
يكون فيكون يا سلام يا سلام. شكرا على هذا الجمال. انا حبدا بك مباشره للعمل الانساني، وانت بوصفك سفير للنوايا الحسنه والفنان عموما صاحب رساله، يعني والفن في حد ذاته هو رساله، فكيف ممكن نوظف الفن لخدمه القضايا الانسانيه بصوره عامه؟ الفنان هو اصلا رسول سلام او رسول محبه من وسط المجتمع. فالعمل الإنساني طبعا أصلا يعني أنا العمل الإنساني والتعايش السلمي، أنا كفنان أحتاج إلى أرضية فيها سلم أهلي واستقرار، عشان الواحد يمتلك بأعماله الفنية. فأنت كفنان أنت مسؤول عن المجتمع، أنت لأنه أنت قاعد تعبر عن لسان حاله. الفنان أصلا طبعا مؤمن بهذه الثقافة دي، أنا إنسان مؤمن بثقافة ثقافة السلم الأهلي وسلم التعايش السلمي والاستقرار. فأنت كفنان محتاج إلى أرضية فيها سلام وفيها استقرار. فلو ما توفرت دي طبعا انت 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 ما حتلقى ارض يعني. فانت من يعني انت من يعني انت كفنان يعني من حقك يعني انت لانه معاناة الناس انت من حقك تفرح معهم يعني تعاني معهم، لانه انت انت من جزء من هذا المجتمع يعني. فلا بد من امل من اي امل انسانيه مثلا او مبادرات انسانيه او دعوه للسلم الاهلي، فانت كفنان انت اكثر ذو مطيل لهذا السلام يعني. طيب انا عايز ارجع بك لبورسودان حيث المنشأ، يعني انت مولود في مدينه بورسودان، كلمنا عن المدينه وانها شكلت سيدوشكا قبل ما يكون هو قومي، كان خاص بمنطقه معينه، كان بيغني لفئه معينه او لناس معينين اللي هم يعني ابناء شرق السودان يعني. فكيف طبعا بورسودان تشكل هاي بورسودان؟ طبعا هي السودان مصغر فيها كل القبائل السودانيه يعني عايشين فيها وعايشين مع بعض. فانا كفنان مثلا اي فنان الفن ما هو معون، لا بد وصل معون الفن يعني. فانا دائما احب التنوع السوداني على مستوى السودان. الفن ما عنده قبيله، ما عنده جغرافيا، ما عنده مدينه معينه، الفن يعني حاجه بحر يعني. فانا دائما احب التنوع السوداني، فدائما يعني بلقى نفسي مع الثقافه السودانيه. فمدينة نعم انا بورسودان انتمي عليها، فمدينه يمكن ربتني وتربيت كلنا، فمدينه مساق السودان كله كل القبائل السودانيه فيها. فالفن ما عنده جغرافيا معينه او مدينه معينه. اكيد جغرافيا انت بتنتمي لشرق السودان، لكن عموما انت فنان وطني بامتياز. سيدي دوشكا دائما سفير النوايا الحسنه بالدول، الزول اللي بيكون اقرب للناس هو الزول المحبوب. شنو سر حب الناس ليك؟ يعني كيف قدرت تخلق المحبه دي؟ والله ده سؤال شويه صعب، لكن انا القبول من ربنا طبعا، واصلا القبول من ربنا يعني مهما عملت انت انه القبول دائما يجي ياتي من ربنا سبحانه وتعالى. فهو الناس يعني فانا دائما طبعا له دور كبير في المجتمع. فانت كل ما تقيف مع المجتمع بمعاناته وما فراهم تكون قريب للمجتمع اكثر يعني. فدي صفه طبعا ربنا يهديها لي سام معين فيه. حتى نعم. الغريب يعني في ناس ما بيفهموا الغنى ذاته، يعني حتى الكلمات ما مفهومه بالنسبه لهم، لكن رغم كده هم بيحبوا اغنياتك وبيقعدوا بيسمعوها يعني. هو شوف طبعا ربنا خلقنا شعوب وقبائل ولغات، فلازم نقبل بعض يعني. فالسودان طبعا جميل بتنوع الثقافي بتنوع اللغات. دي طبعا يمكن يعني لغتنا يمكن اللغه البجاويه يمكن اقدم لغه على مستوى صحيح. فلكن طبعا هنا عندنا الدارجيات اصلا ما لغتنا، لكن هي لغه التخاطب بيناتنا هنا كشعب كشعوب سودانيه. فكيف نحافظ التنوع الثقافي الموجود بلغاتنا وصحناتنا وبودينا قدام ان شاء الله؟ اكيد. طيب نحن حابين نسمع منك لسه، لكن قبل ما نسمع برضه في سؤال. يعني تسيم كانت تكلمت عن اللغه في الاغنيه، كيف قدرت توصيلها لانها تكون قوميه؟ انت بتغني بلغه البيجا، وهي قد تكون ما مفهومه عن معظم الشعب السوداني الا اصحاب المنطقه او الناس اللي يتربوا معاهم يتعايشوا معاهم يعني. فكيف قدرت تكون فنان قومي وانت بتغني بلغه هي خاصه بقبيله معينه؟ والله هي طبعا شوف طبعا نحن طبعا اللغه البيجاوي طبعا لغه الام، فنحن اصلا هدفنا ان ننشر ثقافتنا على مستوى السودان. فالحمد لله يمكن في العون الاخير يمكن قدرنا شويه يعني بعض الاغاني البيجاويه انا ومعي زملاء فنانين على راسهم اخونا الاستاذ الكبير محمد البدري، وانا بحييه وكل الاخوه الفنانين، انا قدرنا ننشر ثقافتنا بلغتنا يعني. فالحمد لله يمكن لقت قبول على مستوى الشارع السوداني، فطموحنا نحن اصلا طموحنا ان ننشر ثقافتنا على مستوى السودان قبل العالم يعني. فالقبول من ربنا. يا سلام. نحن حنتكلم عن مشاركاتك الخارجيه ونشر الثقافه خارجيا، لكن خلينا نسمع شنو؟ كسلة؟ والله كسلة يعني. ما نطلع من شرق السودان.
السنة الجاي هدف بلد تسرين الكفيف أحميها يا رب يا لطيف كسل الجمال إدمانك السنة الجاي هدف بلد تسرين الكفيف حميها يا رب يا لطيف من سلطة الغوي للضيف من داعب شوك عما قسيف مرض قاسي ومخيف يعذب إنسان العفيف ليه كل ما يظهر خريف يعني كسل من النزيف يظهر مرض قاسي ومخيف يعذب إنسان العفيف يعرف كمان من غير زيف تجيها بس من وين كسل الجمال إدمانه كيف لسان الجاي هدف بلد تسرين الكفيف حميها يا رب يا لطيف سلطة الغوي للضيف من دعب شو عما قسيف كسلها أنا وإنت والهس الرهيب نبقى في الأزمة الصريف يكل تنوعنا الوريف بوقفة الوطن الشريف بالحمة والخير الكثير نمسح هذا المرض العميم بالحمة والخير الكثير نمسح هذا المرض العميم نحديها عافيتنا وتجيب متعافية بالدم النديف كسلا يظهر مرض قاسي ومخيف يعذب إنسان العفيف نعرف كمان من غير زيف بيجيها بس من وين وكيف كسلا 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 كسلا
أجمل الأغاني طبعا. ونقطة مهمة جدا يعني في إطار النوايا الحسنة وإنه الفن بيخدم قضايا مجتمعية. أنت ذكرت يعني نقطة مهمة جدا إنه كل ما يصهر خريف بتبدأ المشاكل في ولاية يعني كسلة تحديدا. لكن خلينا نقول المشاكل دي السودان كله أول ما يبدأ الخريف المشكلات بتبدأ ونحن هسه داخلين على الخريف وإن شاء الله تكون الاستعدادات قدر قدر الخريف قدر الخريف. طيب يعني ما نمشي بعيد من كسلة ذاتها، أنت عندك إحساس كبير جدا تجاه قضايا الناس، أنت عندك أكثر من عمل وأكثر من تعاون وأكثر من مشاركة مع قضايا شرق السودان تحديدا النزاعات القبلية بمسماها من دون ما نقول في أي شيء يعني. فدور الفنان في الحاجة دي كيف؟ أنت يعني في ناس كتار صراحة من الوسط الفني بعيدين من الحاجات دي، لكن أنت كنت قريب مشارك، مرات بتوقف أنا متأكد أعمالك عشان تشارك في قضية معينة عندها علاقة بالتعايش السلمي في شرق السودان. هذا سؤال جميل جدا سيدي. أنا ولا أبرك بحيي كل الإخوة الفنانين على مستوى شرق السودان، في الأول والأخير يمكن الناس كلهم بيتغنوا للسلام والأهلي فنحن في شرق السودان أو في فناني شرق السودان يعني حقيقة يمكن يعني أكثر ناس يعني تضررا بالصراعات القبليه. وطبعا هنا قوميات وقبائل مشتركه كنا ماشيين مع بعض وفي امان وكنا حلوين جدا وان شاء الله سنظل حلوين باذن الله، لانه نحن الفن، لانه انا انسان مؤمن الفن له دور كبير جدا في المجتمعات. نحن نقبل بعضنا كسودانيين خاصه شرق السودان كقبائل وكاداره اهليه، فنحن هدفنا هو السلم الاهلي، نحن ما دارين سلام سياسي، نحن دارين سلم اهلي وسلام سلام مجتمعي يعني. في المجتمع بالضبط، لانه نحن اكثر ناس يعني دارين تواصل بيناتنا يستمر، في حاجات كثير تربطنا اكثر بكثير يعني. ففنانيننا يمكن في الساعه الاخيره يمكن بقى يعني ادركوا المخاطر بتاعت المشاكل، فالناس الحمد لله الان بقت ترسل رسائل فنيه عبر الغناء وعبر المسرحيات عبر الدراما. فأنا يمكن انا بشرك انا عندي مع الزميل اخونا درير وانا بحييه، عندي عندنا مشعل بلغتين البدويه والتجري يعني، فهذه تكون حاجه جميله جدا. فانا بحيي اخونا درير واحيي كل الاخوه الفنانين، نحن بحاجه الى بعضنا البعض التماسك، نحن كفنانين كمجتمع شرق السودان لان في النهايه كلنا امه واحده اللي يجمعنا كثير جدا يعني، ما في اكثر من المشكله السودان وفارس، لانه طبعا قبل الانتماء السودان ربطنا حاجات كثيره، التساهر والترابط حاجات كثيره تربطنا يعني. فالسودان ان شاء الله ربنا يحفظ السودان ويحفظ كل قبائلنا. فنحن ما لسه الوقت ما جاء عشان نتغنى للغزل وكده يعني، لانه مجتمعنا بيعاني كثير جدا يعني. يعطيك العافيه. انت ذكرت انه شرق السودان واحد من المناطق اللي فيها كثافه سكانيه وفيها تنوع ذاته، حتى سودان مصغر فيها قبائل مختلفه. الفكره بتاعت التعايش بين القبائل دي هي نفسها ما كان في صراعات يعني، يمكن الصراعات ذاتها جات لاحقا بتاعت انه قبيله ويعني وتفاصيل زي دي. دور الفنانين دائما بيتعاظم وبيكبر لما يكون في مشاكل حقيقيه في المنطقه. انت بتقوم بدور كبير جدا في خدمه المجتمع وفي خدمه يعني يعني السودان عموما، لكن في سؤال بيتسالوه الناس انه انت رقمي يعني مهمتك او الحاجه الكبيره اللي قاعد تقوم بها دي لكن غايب تماما عن المركز، قاعد في شرق السودان بس، دارين نعرف اسباب الغياب شنو؟ والله هو مثلا سؤالك مثلا تقصد دورنا كفنانين في المركز غيابنا، والله هنا موجودين في المركز، فدائما المركز هو داير الناس تجيه، فدي برضه مشكله كبيره جدا بالنسبه للاعلام. فانت كاعلامي برضه افهم الماده الجميله دي تقع وين، مش برضه من حقك تمشي للاعلام وتفتشوا يعني. دائما المركز ينتظر الناس تجيه يعني، الاعلام انا اقصد ما اقول المركز اقصد الاعلاميين يعني، اقصد القنوات السودانيه يعني. دائما هنا يمكن بيجيبونا كماده لما تكون في احداث في شرق السودان يجيبوا اغنيه من شرق السودان، هذه طبعا مشكله كبيره جدا يعني. المفروض كان الاعلام يكون برضه له دور كبير جدا تجاه المجتمع وتجاه كل السودان يعني. فالاعلام من حقه كان يبحث عن الماده الجميله دي تقع وين يعني، يمشي شرق السودان يمشي دارفور. فالاعلام هو الاعلام ذاته مغيب يعني، يمكن الليله يمكن فلان يمكن هنا موجودين في الساحه الفنيه موجودين لكن بس ما بالدور المطلوب يعني. فنحن ما نملك قنوات عشان، فانا برضه بنعاني كثير جدا لانه الاعلام برضه ما المشكله. هل في الاعلام سيدي المراقبه؟ اكيد 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 الاعلام مقصر يعني، ولا انتم مقصرين؟ الاعلام مقصر. فالاعلام كمان دائما داير الناس تجيه ايه يا اخي، انا جيتك انت برضه يعني، انت برضه من حقك برضه تبحث عن الماده الجميله، ما في مواد جميله يعني انت تبحث عنها يعني. وانت زي ما ذكرت انه دي ما فتره الغزل والتغني على يعني تفاصيل محدده، نحن في احوج ما يكون للسلام وللاستقرار وللامن. يا استاذ نحن طبعا مجتمعنا بيعاني من فتن ومن صراعات قبليه ومن امراض فتاكه وفي حاجات كثيره يعني.
فنحن ما وصلنا مرحله التغزل. طبعا الغزل طبعا دي مرحله كماليه طبعا لسه ما وصلناها. السودان كله يسعى يعني كثير. فنحن بحاجه الى نصبط السلام السلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي. بعدك الناس بعد ما تعافوا تغنوا الغزل ما في حاجه ما في مانع يعني. لكن نحن يعني لسه ما وصلنا بدري علينا شويه يعني. طيب ما بعيد من دورك في المجتمع اليوم طبعا هو انت زي ما عارف اليوم العالمي للاحتفال بالتوعيه مش نقول بالمخدرات لا التوعيه بمخاطر المخدرات يعني. فكيف شايف ممكن تساهم او الفن يساهم في الحاجه دي خاصه انه هو صراحه بقى بين فئه كبيره جدا من الشباب. زمان كان بتحس انه في مجموعات معينه الان لا احتمال اغلب الناس الان بتعاطوا المخدرات باشكال مختلفه يعني. والله يمكن هنا دي لك رسالتين. الرساله الاولى يمكن انا اوجه للاسر يعني الناس تحافظ على ابنائها اولادها. فالواحد برضه يشوف ولده صاحب منه ويمشي مع منه ويقعد مع منه تبقى مسؤوليه بتاعت الاسره يعني. فالسودان الان كله السودان بقى فيها مخاطر وباء المخدرات. انا يمكن بحيي قوات ناس مكافحه المخدرات يعني يمكن امس انا كنت مشاهد في السودان بس لي عمل انت بعد يمكن عملت كليب بعنوان لا للمخدرات. فلانه برضه دورنا تجاه المجتمع يعني كفنانين. فالحمد لله لقى القبول وانتشر. فالمخاطر بقت في كل السودان وليس في شرق السودان. المخدرات بقت وباء لكل السودان. فانا بنشد الاسر انا واحد امس حفز لاولادهم يعني يشوف اولادهم ده قاعدين مع منهم صاحبهم منهم يعني كده ان تكون في متابعه يعني طبعا بعدين المتابعه ما عيب يعني انت حفز لاولادك واحد لازم يتابع اسرته حرص على ابنائهم. بس قبل ما اختم معه بس انا عايز اسال سؤال يعني انت فنان وبرضه في بين الوسط الابداعي خاصه الفنانين مثلا ما عايز اتهم لكن الموضوع بتاع انه الفنان لازم يتعاطى هل ده حقيقه يعني ولا والله دي انا بس ما اعيد انه هاي دي كمان بعيد من عندها علاقه يعني انه الموضوع له علاقه بالمزاج الدعوه والمخدرات دي عندها علاقه ولا زمان كان في زمان كان يمكن زمان كان بداياتنا الفنيه بيقول لك الفنان هو اساسا فهم هنا المجتمع السوداني الفهم للفنان ذاته فهم شويه مغلوط يعني شويه يعني الفنانين ما قد الفنانين ما كل الفنانين او مثلا ما كده في الله في فنانين فنانين اصلا لا يتعاطوا ولا لكن ما كل الفنانين برضه يعني معلش يعني برضه ما عممنا طبعا لكن يعني في مفهوم كده انه الابداع والمخدرات زي في علاقه بينهم هو الفنان هنا في السودان الفنان يعني حاجه معليش يعني زمان كان كده ولكن هسه في وعي قمة الوعي لكن بس يمكن لانه الفنانين يعني صدروا للناس انه التعاطي ده مرتبط بالابداع وانه الزول كله ما كان يمكن بيتعاطى بيكون عطاءه الابداعي اكثر فهي الحاجه دي مغلوطه طبعا بس انا بس انا ما من انصار التعاطين لكن بس انا اساسا الابداع اساسا حاجه جوانا يعني ما محتاج ليه واضح الابداع طبعا فيك الله يكرمك سعدنا بك احنا والله يسعدنا بك ونورتنا وشرفتنا ومساحه كانت جميله بك وان شاء الله تكون رسائلك التوعويه والانسانيه وصلت لكل الناس وحنختم معك ببلادي تسلم يا استاذ تفضل شكرا جزيلا لك شكرا لك استاذ الله يخليك
حياتنا أثر تكير مقدم بلادنا أثر تكير مقدم تشيل الناس كل الناس وسع لخير لينا يسع وتدفك يا حميد على الخير يا مبيات الفت فيه وحاجة حجيب مشا الهرمة حليب